بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا متواصلين في حديثنا عن قصة النوم، سنن وآداب وعظمة في الخلوة. أنا بقول تعظيم لهذا الأمر، لأن ثلث حياتنا نوم، فهي يعني فهو أمر جدا 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 مهم. تتخيلوا معايا إنه هذا النوم الشيطان والملك فيه بينهم صراع علينا إحنا، كل واحد يريد الملك ياخذنا للخير والشيطان ياخذنا للشر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث إنه إذا أوى الإنسان إلى فراشه أتاه ملك وشيطان، الشيطان يقول له نام بشر. كيف يعني واحد ينام بشر؟ ينام بشر إذا كان بعيد تماما عن السنة النبوية، ينام بشر إذا نام على ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ينام بشر إذا نام وهو تارك للصلاة، يجي خلاص تعبان من العمل يفكر في الصلاة، الشيطان يقول له نام نام، فيجعله غافل عن الصلاة. هذه بعض الاشياء احيانا تحصل، واحد يقول لك يا اخي، بدل يفترض ان الانسان ينام على ذكر الله سبحانه وتعالى، النبي علمنا ذكر الله سبحانه وتعالى، يقول لك يا اخي انا ما احب انام الا على الموسيقى الكلاسيكيه، تريح اعصابي وتخليني انام وانا مرتاح. احنا نعرف انه الا بذكر الله تطمئن القلوب، وانت مقبل على موتى صغرى، تسمى النوم موتى صغرى، وفاه صغرى، فانت مقبل على امر جلل ما هو بسيط، ربما تعرج الروح الى باريها. فالواحد يهيئ نفسه في الموت الصغرى هذه لحسن المقابلة. عشان كده الملك في تكملة الحديث يقول له نم بخير، فإذا ذكر الله ونام بخير كلأه الملك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تولاه ورعاه هذا الملك. فهو في صراع ما بين الشيطان والملك علينا، إحنا نحتاج إنه نجعل النوم وغرفة النوم مربوطة بسنة النبي المصطفى. يعني واحد لما يبني غرفة النوم يهتم بالإنارة ويهتم باللوحات، مهتم بتفاصيل دقيقة في الغرفة، لكن هل تهتم أن يكون السرير على القبلة؟ وليش السرير على القبلة؟ لأن سنة النبي المصطفى جاء في حديث رواه أبو يعلى عن سيدتنا عائشة، وإن كان في سند اختلاف، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام استقبل القبلة. كذلك الإنسان المتوفى، مش إحنا نقول النوم وفاة صغرى، المتوفى يوضع وهو مستقبل القبلة. كذلك جمع من العلماء قالوا أنه يسن استقبال القبلة. فإذا اهتميت بتزيين الغرفة من باب أولى، إني اهتم إني أحط يعني في البداية أجعل السرير في ترتيب بحيث يكون نومي في استقبال القبلة، وأحاول أجيب بعض الأذكار والآداب اللي علمنا إياها النبي المصطفى، مثل يعني ولو بعض الأحيان سورة تبارك أحبتي تأخذ مننا دقيقتين، تعرف أنها تجي يوم القيامة مانعة مدافعة عن الذي يقرأها دائما، تنافع عنه في القبر لأنه كان يواظب عليها في الدنيا. كذلك حديث جميل عن النبي الحبيب الجميل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجعلك إذا ربي اختارك في أي لحظة تختار وأنت على الفطرة. عود نفسك قبل ما تنام إنك دائما تقول اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، بس أنت عيش الكلمات حتسرح مع شدة جمالها، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال النبي فإن مت مت على الفطرة. يا سلام. كذلك النفث علمنا يا نبي المصطفى أن الواحد يجمع كفيه وينفث فيهم، ثم بعد ذلك يقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح ما علا من رأسه وجسده، ثم بعد ذلك ما سفل من جسده ما استطاع من ذلك، ثم يكرر ذلك ثلاث. تحصيل أنت بتسوي نفسك في حفظ من الأذى، في حفظ من البلاء، في حفظ من الشياطين، في حفظ من أشياء كثيرة. يعني النبي ما يمكن جعل النفث هذا طبعا من غير إخراج شيء، نفث هواء تخرج من فمك، ما جعله هكذا يعني سبهللة أو فضاوة، في نفع كبير جدا لنا يحرص الإنسان عليه. كذلك قلنا الشيطان ربما يقول لك نم بشر، منها أحيانا يجي الواحد من التعب وينام على بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد نايم على بطنه فقام برجله ووخزه فاستيقظ، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي المصطفى إنها نومة يبغضها الله. كم مرة نمت على بطنه؟ ربما أنا نسيت ونمت على بطني، مش عيب اللي مضى، العيب إنه إحنا نستمر وما نبالي. طيب كيف المطلوب؟ المطلوب أحبتي إنه نحرص على سنة النبي المصطفى، نمنا تفكرين الحديث من بدأنا عن النبي المصطفى اللي علمنا فيه، قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، له تكمل هذا الحديث الصحيح، إيش تكملته؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن،
ويسن أن الإنسان يضع كفه على خده، ما هي صعبة. طيب أنا سريري الآن ما هو على القبلة، والله أنت نبهتنا يا أخ فيصل لكن الآن والله سريري ما هو على القبلة، مرة سهلة. مثل هذا السرير الآن ليس يعني مرتب على هذا الترتيب، الأمر سهل، أخذ المخدة وأضعها وأنا مستقبل القبلة، ما يحتاج أني أغير السرير. لكن الأهم عندي أني أنا أغير السريرة عندي بحيث أجعلها على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقلت المخدة مباشرة، توجهت وأنا حريص على تطبيق سنة النبي، اضطجعت على شقي الأيمن، طبقت سنة الحبيب المصطفى ووضعت خدي على يدي. ثم بعد ذلك جاء في الحديث عن النبي المصطفى أن يقول الإنسان إذا اضطجع: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.